شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات تمويلية ممولة بمنح من الاتحاد الأوروبي، وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة للأعوام 2021-2027، وذلك لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط. وتتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر بإجمالي 25 مليون يورو، في حين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو لدعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، بينما تتمثل الاتفاقية الرابعة في مشروع التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بمنحة تقدر ب 3 ملايين يورو. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تسريع وتيرة العمل على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وما تتضمنه من محاور لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالخطوة الهامة والمتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض الأوروبي للتجارة، حيث أعرب مدبولي عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو. والتقى رئيس مجلس الوزراء على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك أيضا مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيلج جروب اليونانية المتخصصة في الحلول البيئية والوفد المرافق له. وخلال الاجتماع أعرب مدبولي عن تقديره للتعاون القائم حاليا بين الشركة وهيئة قناة السويس في مجال إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة للسفن العابرة لممر قناة السويس الملاحي، مؤكدا دعمه للمشروع الذي يتماشى مع سياسات مصر لتحقيق الاستدامة بقطاع النقل. أكدت وزارة التجارة الخارجية القطرية تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنسبة 3.5% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال في مايو الماضي بتأثير من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات السلعية. وأشارت وزارة التجارة الخارجية القطرية أن قيمة صادرات قطر قد بلغت 28.1 مليار ريال في الشهر الماضي بارتفاع سنوي يقدر ب 1% بدعم من زيادة قيمة صادرات زيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام.